عمرو الليثي يقدم حلقة خاصة من بوضوح عن الجدل الدائر بين رجال الدين والمثقفين حول الخطاب الديني. ويستضيف الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق في نقاش فكري حول أسباب توتر العلاقة بين المثقفين ورجال الدين، ومن هو الفريق الأحق بالتجديد، رجال الدين أم أن للمثقفين دورا في هذه العملية، وما هو الخط الفاصل بين حرية التعبير والابتهاد وبين الإساءة للدين، ولماذا اتهم الدكتور جابر عصفور مشيخة الأزهر بعدم الرغبة في تجديد الخطاب الديني، وكيف يمارس الأزهر الشريف دوره في نشر فكر الوسطية. حلقة خاصة عن الجدل الدائر بين رجال الدين والمثقفين حول الخطاب الديني. بوضوح الليلة 10 مساء على الحياة.